لكن السياسي اشتغل على النتائج، ما اشتغلش على الدوافع. الدوافع ده موضوع نبقى نشوفه بعدين قدام. احنا بنتكلم السياسي الحقيقي ايا كان بقى مكانه في معسكر السياسه، شمال يمين في النص، هو الذي يتعامل مع الواقع، يتعامل ما بين قوسين مع الفرصه. تقديري ان احنا ازاء فرصه كبيره، وان الفرصه دي ايا كان دوافعها ومش هخوض فيها ولا اتكلم فيها اطلاقا، الاهم الان هو ان تدفع هذه الفرصه للامام بقدر نيه مطلقها وبقدر رغبه المشاركين فيها. انا بس عايز اقول حاجه. اتفضل. حاجتين من كلام حضرتك بعد الفاصل. الحاجه الاولى انه الجمله اللي حضرتك بدات بيها بعد الفاصل على طول هي بتعبر عن اللي كنا عايشينه طول الثمان سنين اللي فاتوا، وحضرتك بتقولها على سبيل الدعابه، ولكن هي الحقيقه. ما حدش اختفى ولا حد كلم حد، ولا انا قلت لحد قول حاجه، ولا انا جالي تليفونات ولا حد جاله تليفونات. بالظبط، لانه حضرتك مدرك تماما، وانا وياسر ومحمود والناس اللي بتصورنا دلوقتي واللي بيتفرجوا علينا مدركين تماما ما يقال في اوسطنا كلنا وبتاع عن الاعلام، رؤيه المصريين للاعلام. وده اللي ادى مجال اللي حضرتك بتتكلم عنه من شويه، اعلام الاخوان المسلمين والمقدمات الناريه بتاع المختل الفلاني او المختل العلاني والمقدمه الناريه مش عارف بتاعت مين. ده اللي ادى مساحه لهؤلاء المختلين مع يعني انا بحبش يعني بحبش استخدم اللغه دي، بس صحيح. بس احنا عشنا حاله جنان، حاله جنان يعني. فده اللي ادى المساحه لهؤلاء انه يكون عندهم هذا النوع من التاثير على مساحات ما او قطاعات ما. نستعيد مساحاتنا، بنحاول نقول ده. دي النقطه، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عن الفرصه يا دكتور بعد اذنك. الفرصه مش للمعارضه بس، لا، او للسياسات، لازم تكون الفرصه للجميع. يعني ان الفرصه لي للجميع، لمن يحكمون ولمن يعارضون، للمؤيد والمعارض، لازم الكل يبقى بيعي ان هذه فرصه للوطن. طبعا فرصه للبلد. طبعا. مش فرصه لحد. صحيح. صحيح. هي فرصه للبلد ان الناس تقعد تتكلم، تتناقش، تختلف، ثم تتفق على كم نقطه ولو 3-4 نقط. مظبوط. ياخدونا خطوتين لقدام. بس انا موافق. انا بس ده اللي عايز. فرصه، هرجع بقى، مش فرصه للمحنه، للمنحه، عفوا، للمحنه. وهنا هتكلم بقى برضه كسياسي سابق وحالي وكباحث سياسي دائما. الحاله الراهنه لو بدانا بملف السياسي للقوى السياسيه المصريه، وانا هبدا بملاحظه مهمه في رايي، انه هذا الحوار لا يوجد فيه، هو اسند، وانا قلت الملاحظه دي الحلقه اللي فاتت، اسند للاكاديميه الوطنيه للشباب. والاكاديميه الوطنيه للشباب كان البعض له ملاحظات حواليها، لكن انا كنت الحقيقه من المؤيدين جدا لسببين. السبب الاول تبعيتها المباشره رئيس الجمهوريه مطلق الحوار، هو رئيس مجلس الامناء. اثنين، انها ليست طرفا سياسيا، ليست حزبا، لا تمثل احد، لا تدعي وصلا بليلى، وليست هي حزب الاغلبيه ولا اقليه، هي طرف فني له نظير في فرنسا بينشئ النخبه كلها، لكن ما وصلناش لنفس المستوى، لكن هو طرف محايد، اعتبره محايدا. وبالتالي التمثيل السياسي في هذا الحوار لرئيس الجمهوريه على خلاف الحوارات اللي ذكرتها كلها غير موجود. رئيس عبد الناصر كان عنده الاتحاد الاشتراكي، رئيس السادات كان عنده بقايا الاتحاد الاشتراكي، رئيس مبارك كان عنده الحزب الوطني. الان هذا الحوار خلو من ممثل سياسي للرئيس يدعي ان الرئيس هو رئيسه، لانه بالفعل ليس رئيسا لاحد.